نعم، الحقيقة النشاط الحالي في السوق المتتالي من فترة بعيدة، يعني من بداية السنة يعتبر، حتى لو كان خلال الفترة يشهد يومين أو ثلاثة حركات تصحيحية، إلا إن هو واخد اتجاه تصاعدي، واخد الحين نقدر نقول إن السوق عنده نشاط دافع ذاتي، يعني قوة ذاتية زي الدينامو، بياخد قوة وبعدين يكمل لوحده، وده ميزة النشاط اللي في السوق الكويتي، إن كمان ما بتركزش على مجموعة معينة، بيتنقل من مجموعة لمجموعة أخرى، مرة على الأسهم الصغيرة والمضاربية، مرة على الأسهم القيادية، بيتنقل بين المجموعات، والحقيقة في حرفية، في ناس، في الأهم إن في مسحة تفاؤل، والتفاؤل زي ما كان من 2008 كان في مسحة انكثار وانعدام ثقة، حاليا ردت جزء كبير، رد الثقة مرة أخرى للناس، بدأت دخول ناس جدد على السوق الكويتي، بدأت تجميع وناس تحس إن الأسهم سعرها حاليا رخيص نسبيا. النشاط ده الحقيقة هو ده في أسباب سياسية ان محلية، زي ما احنا شفنا ان المجلس الامة مع الحكومة في الى حد ما فيش اختلافات كبيرة. اقتصاديا نقدر نقول ان بدأت خطة التنمية، وبدأت يعلن حتى بعض البنوك اعلنت ان في بعض المشاريع بدأت الا يعني تدرج، ولكن الحقيقة لسه ما فيش الانفاق الحكومي الكبير. كمان عالميا الحقيقة لسه الناس مش عارفة التوجه، أمريكا السوق الأمريكي بدأ يتعافى، السوق الأوروبي لسه، لكن خليجيا الظروف السياسية زي ما احنا عارفين بدأت الناس تتشكك في الأمر، الربيع العربي وفي ناس بتقول ان هو خريف مش ربيع، وفي أمور سياسية كثيرة، في إيجابيات وفي سلبيات. طيب أستاذ أشرف، لو سمحت هذه المرة نعود إلى إجراءات السوق، يعني مع انتهاء المهلة التي منحت للشركات تقديم بياناتها المالية، كان في هذه المرة بعض من التهديد من السوق أنه يتم إلغاء أو وقف التداول ببعض من الأسهم مجموعة الحقيقة قائمة إذا لم تسلم بياناتها المالية في جلسة اليوم. هل من استجابة من قبل هذه الشركات تجاه دعوة السوق لتقديم بياناتها المالية؟ نعم، الحقيقة نقدر نقول إن نقول نقطة حلوة على إن اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال مع قانون هيئة سوق المال مع القانون الجديد للشركات التجارية مع إرساء مبادئ الحوكمة بدأت تحط السوق في سوق نظامي جيد، ما خدناش كل حاجة، لكن للأمانة في تطور جيد، فبدأ تنظيف الميزانيات، بدأ يبقى في رقابة حتى على مدققين الحسابات، بدأ رقابة على إدارة الشركات، بدأت أمور في الجمعيات العمومية تكشف لم تكن تكشف من قبل، بدأ صغار المساهمين ياخدوا دورهم في الجمعيات العمومية وغيره، فالتنظيم أنشأ زي ما حضرتك بتقولي، أنشأ إن الشركات، أنا أعتقد إن أقل مرة في الفترة الحالية يكون في شركات مهددة بالإيقاف، يعني في تطور صحيح، في شركات مهددة بالإيقاف لكن مش زي كل سنة، دي يعتبر الأقل، لأن يروا أن السوق جاد. أما الحرمان من التداول، أنا وجهة نظري منذ زمن بعيد، يمكن ما حضرتك قلت كده كتير، إن أنا لست مع إيقاف السهم عن التداول، لابد أن نبحث عن طرق لعقاب الإدارات. تفضلي. طب لا فقط، نعم انا يعني استوضح من كلامك انه يجب ان يكون هنالك مرونه في التعامل مع الشركات او ايضاح موقفها المالي. طيب سيد اشرف، اعود من جديد هذه المره لاداء السوق، ماذا نتوقع للجلستين القادمتين من هذا الاسبوع، الغد وبعد الغد، في اداء السوق؟ هل انت متفائل بالدم الجديد الذي قلت انه دخل السوق وبيستغل فرصه وجود اسهم رخيصه ليشتري عليها؟ صحيح، انا فعلا انا متفائل، في حاله من التفاؤل. جايه منين؟ جايه من ان النشاط ذاتي، يعني ما فيش مجموعات بتدخل وتطلع بعدين يقع السوق مره واحده، لا، في النشاط بيتنقل من مكان لمكان، ما بقاش زي الاول من فتره سنه كان كله مضاربي وكله على اسهم واطلع وبسرعه واخرج، لكن حاليا في بعض المؤسسات بقت تدخل، في صناديق استثماريه بدات تعطي او تضخ اموال جديده في السوق، بدا في تباري بين الصناديق والشركات الاستثماريه لتحقيق ارباح جيده ولا سيما في الربع الاول والنص الاول من العام. انا متفائل، ولكن لابد ان يكون التفاؤل بحذر، ناخذ صغار المساهمين ننصحهم ان لا ينقادوا الا اذا كان الشركات اللي بيشتروها او الاسهم اللي بيدخلوا عليها يكونوا مقتنعين بيها، علشان لو حصل حركه تصحيحيه ما يجريش يبيع، ينتظر، لان هو مقتنع بالسهم، منتظر شركه، منتظر توزيعات، منتظر ارباح تشغيليه، فحتى ممكن يحصل حركه تصحيحيه، ولكن على المدى البعيد هيكون هيسترد امواله معها ارباح ايضا. المحلل